السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال دايما بيتكرر معايا في القناة وجاوبته كتير وبرضه بيتسأل تاني. أنا تقريبا كل كام فيديو كده بجاوب برضه على السؤال دوت، إزاي آخد مقاسات الخدادية؟ وهل الخدادية بتاعت السرير الصغير أكبر من الخدادية بتاعت السرير الكبير ولا إيه وكده؟ برضه هعمل لكم الفيديو ده كده عشان برضه أجاوب على الأسئلة دي ووريكو يعني الخدادية بتتعمل ازاي بكذا بكذا طريقة. اول حاجة، مقاس الخدادية كان زمان احنا كنا بننجد المراتب والمخدات والخدديات قطن، فكان مقاس الخدادية كان الراجل بيعملها مقاس الخدادية 60 عشان يتحط على السرير، خدديتين 60 سنتي عشان السرير 120 بالنسبة للأطفال. بالنسبة للكبير كان بيعملها 75 سنتي او 80 سنتي عشان تتحط على السرير الكبير خدديتين. دلوقتي بقينا في الوقت بتاع دلوقتي كده بقينا بنعمل الخدديات بنجيبها جاهزة، والمخدات بنجيبها جاهزة، والمراتب بنجيبها جاهزة، فالمقاسات بدأت تختلف عن بعضيها. الخدادية اصبحت 75 سنتي، بنعملها 75 سنتي عشان لما نخيطها تدينا 70، لان كل الخدديات الفايبر بيبقى مقاسها 50 في 70. فبقينا احنا بنحط كيس مخدة على سرير الاطفال، مثلا احنا بنحط كيس مخدة واحد وخدادية واحدة، نادرا ما حد بيعمل كيسين مخدات وخدادية، او يعني بيعمل مخدتين وخدادية او خدادتين ومخدة، الكلام ده قليل جدا لما بيتعمل. لكن الطبيعي اللي هو ماشي دلوقتي في اغلب الاحوال ان احنا بنحط كيس مخدة واحد وخدادية واحدة. طيب، وبيبقوا غالبا فايبر، فالفايبر مقاسه 50 في 70، فاحنا بناخد مقاس الخدادية 70 في 50، بنزود عشان الخياطة 5 سنتي، فبناخد 75 في 55. ده بالنسبة لكل الخداديات إذا كانت أطفال أو إذا كانت كبير. تمام، يبقى مقاس الخدادية أساسي 75 في 55، إلا إذا كانت خدادية متنجدة عند المنجد فاحنا بناخد مقاس الخدادية فرضنا إنها 40 في 60، يبقى بنزود 5 سنتي، و5 سنتي يبقى بناخد 45 في 65. يعني لو الخدادية متنجدة قطن احنا بناخد مقاسها طول وعرض وبنزود 5 سنتي في الطول و5 سنتي في العرض. لكن هنعمل خدادية لمخدة فايبر او عشان اطقم نبيعها جاهزة، بنعمل الخدادية بناخد مقاسها 75 في 55 وبتصفي على 50 في 70. ده يعني في كل الخداديات اللي احنا بنعملها. طيب، في قماش بيبقى 3D، يعني احنا عايزين نطلع الوردة، عايزين نطلع الفراشة، عايزين نطلع العروسة، عايزين نطلع ميكي ماوس على وش الخدادية. نتصرف ازاي في الموضوع دوت؟ هقول لكم على كذا طريقة نعمل بيها الخدادية ازاي، ولو في رسمة ازاي، لو ما فيش رسمة نعملها ازاي. تابعوني لاخر الفيديو وهنشوف مع بعض هنعمل ايه في الموضوع دوت. طيب، اول حاجة هعملها انا، يعني اولا انا هعملها لكم على ورق. انا دايما بقص خداديات معاكم على القماش، لكن لما بيكون فيديو زي ده انا بضطر اقص على الورق عشان اشرح لكم الطريقه ازاي، وحضراتكم بتعملوا بتدخلوا على الفيديوهات بتاعتي بقى وتشوفوا الخداديات اللي انا بعملها، وهتقدروا تفهموا بعد ما هتشوفوا شرح الدرس ده هتقدروا تفهموا اللي بيحصل. طيب، اول حاجه انا معايا ورقه اهو، انا هقص بس الاول كده ورقه. برضه بقص ونسيت، وبقص بالمقص، بقص بالمقص دوت، مع ان احنا قلنا ان نقص القماش بس هو بمقص القماش، ومقص الورق ليه مقص تاني مخصوص. طيب، احنا معانا القماش بيبقى بالطريقة دي كده، عرض القماش 2.40 على طول اساسي، عرض القماش 2.40. القماش المصرية هو اللي بيقل شوية بيبقى 200 حاجة و30 حاجة في الحدود دي كده، لكن الطبيعي بتاع القماش 2.40، ومعانا طول القماش كله على بعضه. طيب، لو خدادية معلهاش رسمة، لو خدادية معلهاش رسمة انا بعمل ايه؟ انا بقص اجيب بس المقص التاني، انا بقص
الأول بقيس كده 75 سنتي وبقصهم. لو أنا مش مرتبطة برسمة، مش مرتبطة بحاجة، فبقص 75 سنتي عشوائي وأعملهم للخضرية. أهو قست كده 75 سنتي، 75 سنتي عشوائي، دول الخضرية. معايا القماش أهو، معايا القماش طوله كده 2 متر و40، 2 متر و40، خلاص تمام. ومعايا هنا 75 سنتي، بعمل إيه؟ باخد من هنا الجزء ده كده 55 سنتي، 55 سنتي، تمام. هيبقى طول الخضرية معايا 75 سنتي، فعرض الخضرية معايا 55 سنتي، خلاص. زي ما قلنا كده عرض القماش معانا 2 متر و40. طيب أنا لما هاخد 55 سنتي وهاخد 55 سنتي أهو، معايا القماش كده أهو، معايا القماش كده تمام. دول 2 متر و40 هقسمهم نصين، هيبقى معايا عرض 1.20 × 75 سنتي اهو. معايا كده القماشة دي 120 × 75 سنتي و120 × 75 سنتي. هاجي اخد 55 سنتي اهو، هاخد 55 سنتي، اخدها في الورقة اللي مش مكتوب عليها، هاخد 55 سنتي كده في 70 سنتي اهو، او في 75 سنتي، وهاخد الجزء اللي هيتفضل هيتعمل معايا قلاب اهو كده وكده. طيب معايا انا كده الجزء ده كده 75 سنتي في 55 سنتي 2، ومعايا قلاب هو ده اللي انا هحطه. القلاب ده هيبقى معايا حوالي، احنا قلنا 1.10 متر، هيبقى حوالي يعني هناخد حوالي 15 سنتي. لما بنعمل على عرض القماش بناخد حوالي 15 سنتي، والباقي نقسمه ازاي؟ يعني انا باخد القماش معايا 1.20 متر اهو، باخد الاول 15 سنتي والباقي بقسمه كده، اصبح معايا وش وظهر الخدادية. هيبقى معايا وش وظهر الخدادية و15 سنتي. في حالة ان انا اخد 15 سنتي من هنا، بيبقى المقاس ده معايا 52 سنتي ونص، دول برضو هيبقوا كويسين بالنسبة للخياطة، خلاص. ده بالنسبة للخدادية اللي ما فيهاش رسمة، خلاص. طيب في طقم تاني احنا بنعمله ازاي؟ انا معايا القماش اهو، باخد 55 سنتي دول بعملهم خدادية واحدة 55 سنتي، وباخد متر و60 اعملهم كيس المخدة والخدادية خدادية التانية. ازاي؟ انا باخد الاول 55 سنتي كده، باخد من القماش 55 سنتي كده اهو، باخد بعمل الخدادية كده معايا 55 سنتي، معايا 55 سنتي كده، وباخد منهم 55 و55، يعني معايا طول القماش اهو، معايا طول القماش كده عرضه 55، طوله 2.40 متر، باخد منه 75 سنتي اهو، باخد 75 سنتي اعملهم خدادية، وباخد 75 سنتي تانيين ده الظهر، يعني باخد وش وظهر يعني 150، هيتفضل معايا بقيت 2.40 متر. هاخد منهم 20 سنتي اعملهم قلاب للخدادية، ويتفضل معايا جزء صغير ده مش هعمل بيه حاجة، يبقى كده انا 55 سنتي عملتهم خدادية. طيب باجي من القماش برضو اروح واخده 1.60 متر، هنفترض ان دول 1.60 متر، بنعمل فيهم ايه؟ برضو بنفرد القماش بالطريقة دي، وباخد منه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام 55 سنتي، باخد من طول القماش كده 55 سنتي، بيبقى معايا 55 سنتي في 1.60 متر، خلاص. اهو باخد 55 سنتي في 1.60 متر،
تمام؟ طيب هيفضل معايا الجزء ده كده متر وستين في 180 او 180، دول بعملهم كيس المخدة. دي طريقة تانية لقص الخددية. الجزء اللي انا خدته متر وستين بشيل منه 10 سنتي، جزء بسيط، يتفضل معايا 75 سنتي، دول بعملهم وش وظهر للخددية. الجزء اللي اتفضل معايا من الخددية اللي انا عملتها باخد منه قلاب للمخدة دي. دي تاني طريقة ممكن نعمل بيها الخددية. طيب لو القماش فيه رسمة، لو القماش فيه رسمة بعمل ايه؟ باجي هنا القماش فيه رسومات كده، اهي معايا القماش اهو بعرضه كله والقماش فيه رسومات. هاجي هنا في اول القماش ملاقيش الرسمة اللي انا عايزاها، يعني مثلا انا عندي الرسمة طلعت هنا، الرسمة طلعت هنا، فانا عايز اخد مقاس الخددية 75 سنتي وعايز اطلع عليها الرسمة، الرسمة هنا، ما باخدش الجزء ده، باخد الاول اكياس المخدات او باخد الاول الملاية وبعدين بخلي الجزء اللي هو يبقى في اوله الرسمة. لازم الرسمة عندي تبقى في اول القماش، الرسمة عندي تبقى في اول القماش خلاص، او بعد القماش بشوية كده تمام. باخد انا الجزء ده كده اعمله هو الخددية اهو، باخد الجزء ده كده اعمله هو الخددية وليكن 75 سنتي زي ما احنا بنقول تمام. فباجي هنا الرسمة اهي، بوسطن الرسمة كده وباخد 75 سنتي عشان اخلي الرسمة في النص. حضراتكم يعني شوفوا المقاسات اللي انا باخدها هنا في الفيديو ده، وارجعوا للملايات اللي هي 3D وشوفوا الرسومات او للخددية، ادخلوا على قوائم التشغيل على الخددية وشوفوا الخددية اللي هي 3D هتفهموا انا بقول ايه على الرسمة دي. فانا باخد الرسمة دي 75 سنتي باخدهم للرسمة، وبعدين اخد الجزء التاني اللي فيه رسمة برضو 75، وباخد الظهر اي شكل، ما برتبطش بان الظهر يبقى عليه رسمة، انا بركز بس ان الرسمة تيجي متوسطنة معايا بالطريقة دي، وبقص بقى الطقم عادي جدا مفيش مشكلة خالص. طيب لو انا هعمل طقم اطفال بعمل ازاي؟ برضو لازم اركز في ان في الاول يبقى فيه رسمة، الرسمة تبقى في الاول زي كده تمام، وبقص بقص 95 سنتي، بقص مثلا 95 سنتي اهو، ده بالنسبة لطقم الاطفال بقص 95 سنتي. طيب بعمل ايه في ال 95 سنتي دول؟ انا معايا 95 سنتي في طول مترين واربعين، باجي هنا بتبقى الرسمة مثلا متوسطنة وليكن هنا خلاص، الرسمة مثلا هنقول انها هنا كده اهو خلاص. طيب هنعمل ايه؟ باخد الاول من القماش كده متر وعشرة، بخلي متر وتلاتين، او باخد متر وعشرة مثلا، او باخد متر وعشرين على حسب الرسمة معايا فين، بروح واخدة كده متر وعشرة اهو كده، واروح قصاهم متر وعشرة، بخلي الخمسة وتسعين دول هما دول كيس المخدة، بيبقى معايا كيس المخدة اهو بيصفي بعد ما بخيط 40 في متر و30 على ما بخيط بيبقى متر و20 اللي هو بتاع سرير الاطفال. طيب نيجي للجزء ده، باجي هنا اروح اسماهم نصين كده، اصبح عندي اهو جزئين 95 سنتي، 95 سنتي في 75 سنتي خلاص. باخد الجزء بتاع ال 75 سنتي احاول اوسطن الجزء بتاع الرسمة، يعني انا لو عندي الرسمة كده ايا كانت بقى، اذا كانت عروسة اذا كانت اي حاجة، بحاول اوسطن الرسمة هنا كده اهو، بوسطن الرسمة كده واقص الزيادة عن ال 75 سنتي اهو كده، بقص الزيادة اصبح عندي الرسمة كده متوسطنة كده، وباجي على الظهر بقص عشوائي قد الخددية ال 75 سنتي، بقص عشوائي اهو، وباخد الجزء اللي طلع هو ده القلاب معايا بتاع الخددية، ده الجزء القلاب،
اصبح معايا كده خداديه وكيس مخده، بياخد زيهم برضو خداديه وكيس مخده. اذا الرسمه مش متوسطنه معايا باخد الاول الملايه وبعد كده باخد الكيس المخده التاني 95 سنتي، هيطلع معايا مظبوط. يعني بحاول بقدر الامكان اوسطن الرسمه وانا بقص، ما اقصش عشوائي وابص الاقي نفسي الرسمه ما جاتش معايا في النص. لا، في قص الطقم الثري دي لازم يبقى ليه نظام كده واحنا بنقصه، ان انا اوسطن الرسمه بتاعتي. ده بالنسبه للطقم الثري دي للاطفال اللي احنا بنقصه. اتمنى تكون شرح الخداديه كده بقى واضح بالنسبه لكم، وبرده لو في سؤال او في حاجه مش واضحه قولي لي عليها نشرحها برده ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، في حاجه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.